هل هو عنكبوت ولا هو عنكبوت؟ الخادم بتاعي بص لي بصه ما عجبتنيش، تعالى ولو كنت حافي. ما كل الناس كده، ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس بتدفع كده. الفيسبوك ساعات بتنزل عليه كلمات جميله، بتنزل عليه ايات جميله. اللي حصل معاه الموضوع ده ووقع داود النبي، لو مش عايز تاخد الكبير مني طب خد الصغير. تتجرد من اسلحتك وتتجرد من رتبتك، لو سمحت اقبل العزومه. باسم الاب والابن والروح القدس، الاله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. الف حيله وحيله، الف حيله وحيله، بخبره الف ليله وليله، ليالي كتير الشيطان يحاول يعمل لنا حاجه اسمها عزومه. والحيله بتاعتنا اللي هنتكلم فيها النهارده هي الحيله رقم 14، وبتقول لو سمحت اقبل العزومه، بس انا عازمك عندي. يعني انقل المعركة من أرضك لأرضي، انقل نفسك من حضن ربنا لحضني وتعاليلي. ايه الخطورة اللي هنا؟ ان العزومة بتاعت الشيطان دايما تكون بين أنيابه. فببساطة يقولك ايه؟ يقولك انا هقولك على حاجة، ممكن تحط صباعك تحت درسي ومعضكش؟ ان صدقت فاعرف انك هتتعض. في حد يحط صباعه تحت درس الشيطان ويقول له ما تعضنيش؟ في حد يحط صباعه تحت درس الأسد ويقول له ما تعورنيش؟ الإصابة حتمية، والجراح أكيدة، والموت قريب. خلي بالك، احذر أن تقبل العزومة، لا تدخل إلى مجال الشيطان. الشيطان ده القديسين كانوا بيشبهوه بكلب متوحش مفترس بس مربوط بحبل. ان دخلت جوه الحيز فاعرف ان الكلب هيعضك، هيعضك شطارتك، ومحدش هيقدر يهوب ناحيتك. كتيره هيهوهو، كتيره هينبح عليك، كتيره هيخوفك بزئيره وبصوته العالي. لكن طول ما هو مربوط انت مش ممكن هتتعض. لو انت دخلت له جوه بقى، في الحالة دي الإصابة حتمية وقريبة. احذر ان تقبل عزومة عند هذا الأسد، فلا تدخل في عرين الأسد ولا تضع يدك تحت أنيابه. ربنا يستر عليكم ويفرح قلوبكم.